هيستقبل معانا أستاذة نيفين. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. سؤالك اتفضلي. لو سمحتي عايزة أعرف حاجة. اتفضلي سامعينك. لو سمحتي عايزة أعرف أسأل الدكتور بس في حاجة. أنا عيلة ورثة بعنا الشقة لحد من قرايبنا، فهو جه على قيمة المبلغ احنا ندفع الشهر 2.5%، هل من حقنا ولا لا؟ الفكره واضحه يا دكتور ولا تحب حضرتك اي استضاح منها؟ لا اتفضل حضرتك. استاذه نيفين حضرتك بتسالي عن ان هو عندهم شقه هم ورثه باعوها لشخص. ايه الجزء الثاني بقى من استفسارك؟ اللي احنا عايز ياخد مننا كل واحد احنا سته عايز ياخد مننا كل واحد 1200 ولنا ده من حقكم اللي انتوا تدفعوا، وجاي لنا جواب من الضرايب من كده الضريبه العقاريه ال 2.5%. طيب شكرا، بنشكرك. هو حاليا دلوقتي الضريبه العقاريه الحقيقه فيها تيسيرات حقيقيه وتفصيليه ارجو الرجوع ليها، لان الحقيقه مع كل يوم مع ادراك الجوانب التفصيليه الواقعيه اللي حاصله هذه الجهه المحترمه بتعيد التقييم والتقدير، وعندهم مرونة عالية جدا وعندهم أوامر ليست جهة جباية كما الناس بتصوروا، إن هذه الجهات تقصد فعلا إعطاء قيمة حقيقية للثروة، وكل المبلغ بيحصل لصالح الضريبة العقارية هو لخدمة البيئة السكنية، لا يستخدم في أي غرض آخر سوى دعم وتقديم خدمات للبيئة السكنية. يعني الضريبة العقارية اللي بيتم تحصيله من خلالها بيوجه للبيئة السكنية، إلى خدمات هذه البيئة السكنية اللي صدر عنها هذه الضريبة. فحضرتك بتوضح للأستاذة نيفين إن هي تدفع الضريبة العقارية بشكل طبيعي، لأن ده المفروض يحصل، هو ده ما يجب أن يكون، وما فيش أي تعسف ولا أي اختلافات، في مسطرة دقيقة شغالة وواضحة، وإذا اتجهت إلى أي مكتب موجود هتجد كل التيسيرات وما فيش أي نوع من الازدواجية، بالعكس في تيسيرات حقيقية تفصيلية. طب يا دكتور مين اللي يدفعها، المالك أم الشاري بقى؟ المالك هو مفروض المالك يعني عشان هي كان استفسارها، هي هم اللي يدفعوا المبلغ ولا الشخص اللي اشترى منه؟ بتكلمي في الاصل، انا بتكلم على الشخص الطبيعي اللي هي حاله الاستاذه نيفين، هم جايين يبيعوا شقتهم. نعم. فاللي بيشتري منهم بقى عايزهم يدفعوا الضريبه العقاريه، فالمفروض هم اللي يدفعوها فعلا. الاصل ان الضريبه العقاريه تخص المالك، يعني هو فعلا مطلبه صحيح، عندما تنشا له ملكيه يبقى ملزم بيها، هو الملزم. يعني شيء طبيعي، هي المفروض انها تدفع طالما هي لها صفه المالك. الضريبه بتؤخذ من المالك. تمام.